يا بنات، توني لبست العدسات. العدسات وايد مريحة، خفيفة على العين. مجرد الحين اني حطيت كونسيلر وباودر، خليت شوية من الباودر، بتلاحظون ان في تكتلات لاني حطيت طبقة، بحيث ان وانا اشتغل على العين اذا تناثر اي شيء ما يخيس لي تحت العين. ورسمت حواجبي، وأحين ببدأ بأول لون. بستخدم لون بني فاتح، أحط على كامل العين، وعقب أدرج شوي شوي بالألوان. بنات، آخر شي بصور لكم البالت اللي قاعدة استخدمها. بس حاليا باخذ الكريمي اي شادو من بالت انستازيا، باخذ اللون الوردي الفاتح الكريمي اللي هو ممكن تستخدمونه از ليبستيك، بعد ككريمي اي شادو، وحطه عند المدمع. من البالت اللي قاعدة استخدمه للاي شادو، باخذ وردي فاتح عند المدمع، ووردي غامج مايل على الفوشي في وسط الجفن.